وبالتالي أثبت شعبنا أنه قادر على مواجهة كل هذه المتطلبات ولم يخطئ كثيرا في موضوع الالتزام كما يحاول بعض الجهات، أو أنه تحميل المواطن مسؤولية تفشي وزيادة عدد الحالات. تفشي الحالات وزيادة عددها لا يمكن في الأردن أن تكون في منطقة كلها موبوءة في الشرق الأوسط وتطلب بسياستك أو بخطتك كحكومة أردنية صفر حالات. وإذا بنتذكر قبل فترة كان الناطق الإعلامي وزير الإعلام ووزير الصحة يبشرونا، هاي صار لنا 8 أيام صفر حالات، نبشركم يومين بنعيد وتمام التمام. هذا وأنا حكيته هون عن هذه الطاولة إنه هذا يعطي انطباعا خاطئا لدى المواطن ويولد يعني طمأنينة كاذبة. إذا بتتذكر وعلق عليها الدكتور نذير عبيدات في وقتها، هذه طمأنينة مش صحيحة، لا يجوز إنك كمسؤول تعطي هذه الطمأنينة. أنت يخلي هالمنطقة الشرق الأوسط تزبط وتخف كل الحالات في المنطقة العربية والشرق الأوسط، بعدين ممكن إحنا نتحدث عن هذا. أنا بعتقد إنه إحنا حتى نواجه بزيادة كبيرة بأعداد المصابين، وهذا ليس عيبا يعني إنه في هالأردن يصير حالات زيادة قليلة، لكن الخطأ وين؟ الخطأ في المعالجة الرسمية في هذا الموضوع. أنا بعتقد إنه في أخطاء ارتكبتها الحكومة الأردنية وارتكبتها وزارة الصحة. يعني إذا بس نذكر بعض، في المرحلة الأولى أول ما بلش الكورونا، وعلى من هون على هذه الطاولة حكينا إنه لما كان مستشفى البشير عمل غرف عزل وحجر إذا بتتذكرهم، حط اللي برادي عليهم، ولما جبنا الطلب الأردنيين من أوروبا وحطيناهم لقيناهم بيشربوا مشروبات غازية وبيلعبوا شدة، وكانوا يقولوا هاي غرف عزل، نظافة ما في، مستوى نظافة فيه. ومن هون إحنا حكينا إنه يا عمي مش هاي الطريقة الصح، يجب أن تكون هناك في لجنة لإدارة الأزمة وناطق واحد، مش وزير الصحة بيحكي، والأمين العام بيحكي، مدير مستشفى البشير بيحكي، مدير مستشفى حمزة كان هيك يحكي. التقط الرسالة جلالة الملك وحول بعديها كل الملف لمركز إدارة الأزمات. بعديها صار في ناطق إعلامي واحد الدكتور نذير، صار في لجنة أوبئة مشرفة عليها، صار في ضبط وربط لهذه العمليات. لكن كما ومشينا على موضوع الحظر والتزمنا احنا كمواطنين فيه، انا بدي احكي باسم المواطن، انا التزمت وعامل في القطاع الخاص، وهي بيحكوا هلا الصناعيين والاخري، انا ما اخذت راتب، اخذت بجوز 50 أو 40% من راتبي او 60% من راتبي، دخل ما عندي. طيب. تحملت كل هاي الازمات وبعدين طلعت ولا بقول لك انت المواطن انت المقصر؟ لا، انا مش انا مقصر.